إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. الفتاوى الشيطانية ستنهار، أبواق الإرهاب ستصمت، صناعة الموت ستدفن، مسيرة الحياة ستستمر، صوت الحق سيعلو، ومسابقة للقرآن الكريم في ثوب جديد تنطلق. فما الذي اتسمت به المسابقة بعد انطلاقها في جديد عامها؟ وما السر في تميزها بعد اتخاذ مسار التجديد عنوانا لها؟ حكاية مسابقة من الأوقاف المصرية العام 2014 بمهام متعددة حملتها الأوقاف المصرية على عاتقها مع تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام قيادة الوطن. فتحقق الأوقاف انطلاقة جديدة في جميع جوانب الحياة المصرية وخدمة كتاب الله عز وجل، أهمها تجديد الخطاب الديني وإطلاق المسابقة العالمية 21 بمفاهيم متجددة كالتفسير الصحيح لمعاني القرآن الكريم وفهم مقاصده، بجانب الحفظ والتجويد والترتيل، لينطلق عصر جديد بالأوقاف. إن بلداً تجمع قيادته السياسية والدينية معاً على نشر الفكر الإسلامي الصحيح في العالم كله، وتعمل على تهيئة السبل لحفظ القرآن الكريم وإكرام حفظته وتقدير العلم والعلماء، وفيه الأزهر الشريف لا يمكن أن تتخطفه يد التشدد أو الغلو. العام 2015 مزيد من الاهتمام توليه الأوقاف وتستحدث في المسابقة العالمية للقرآن الكريم 22 فرعاً للناشئة تحت سن 12 عاماً، إيماناً من الوزارة بالاهتمام والتبني للموهوبين الصغار وجمعهم على مائدة القرآن الكريم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. رعاية أكبر من السيد رئيس الجمهورية وتكريم للفائزين في ليلة القدر. مهم أوي إن إحنا مش بس نبقى حافظينه، نبقى فاهمينه فهم حقيقي ما أمكن بما يتناسب مع العصر اللي إحنا موجودين فيه. العام 2016 رسالة حب وإخاء وسلام بثتها مصر من خلال إقامة النسخة 23 للمسابقة بمدينة شرم الشيخ جنوب سيناء، الأرض المباركة التي قدستها الأديان وأقسم بها الحق في كتابه العزيز. مشاركة 60 دولة و70 متسابقاً. إلقاء الضوء على السياحة الدينية بمحافظة جنوب سيناء من خلال تنظيم رحلات للمشاركين. العام 2017 تشكيل نوعي في الحفظ والتفسير والبحث العلمي بأفرع المسابقة 24. تضمنت المسابقة اختباراً في تفسير القرآن الكريم كاملاً. مشاركة 60 متسابقاً من 43 دولة. العام 2018 بمشاركة 66 متسابقاً و10 محكمين دوليين النسخة 25 تنطلق. التركيز من خلال الفهم السليم للقرآن الكريم على القيم الأخلاقية التي تدفع للتقدم والرقي، كشف المواهب من حفظة القرآن وتبنيهم. العام 2019 إبراز الدور الرائد لقراء مصر العظماء في خدمة القرآن الكريم، سنة جديدة تنتهجها الأوقاف في المسابقة 26.
وتطلق اسم شيخ المقرئين الشيخ محمود خليل الحصري على المسابقة. أعداد المتسابقين تتزايد في المسابقة 26 لتصل إلى 70 متسابقاً من مختلف دول العالم و11 محكماً من داخل وخارج مصر. المسابقة باتت حلم الحافظين لكتاب الله للمشاركة والتنافس بها خاصة من الدول الإفريقية، فجاءت مشاركة 28 دولة إفريقية بها، جولات سياحية للمتسابقين والمحكمين بالمناطق الأثرية على هامش المسابقة العام 2020 الحالي، زيادة أعداد المتسابقين لتصل إلى 85 متسابقاً من 65 دولة يتنافسون في 4 أفرع. وزير الأوقاف يقرر استحداث فرع خاص بالمسابقة 27 لهذا العام لأبناء قارة إفريقيا بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. إطلاق اسم شيخ القراء الشيخ عبد الباسط عبد الصمد على المسابقة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الأوقاف المصرية جوانب متعددة في خدمة كتاب الله، وتتعدد جوانب خدمة وزارة الأوقاف المصرية لكتاب الله عز وجل حفظاً وتلاوة وتفسيراً وفهم مقاصده بوسائل متعددة، ما بين مسابقات محلية ودولية ومدارس قرآنية بلغت 1150 مدرسة، ومراكز إعداد محفظ القرآن الكريم بلغت 69 مركزاً، إضافة إلى مكاتب التحفيظ والمقارئ القرآنية من منطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وللوصول برسالتها إلى مختلف دول العالم، عنيت وزارة الأوقاف بترجمة معاني القرآن الكريم ومواقع النشر الإلكترونية، فكانت بوابة الأوقاف الإلكترونية ومنصتها العلمية وقناتها منبر التجديد مرئية ومسموعة، وأخيراً إطلاق تطبيق وعي للفكر المستنير. مسابقة مصر الدولية للقرآن الكريم 27 عاماً في خدمة كتاب الله.